كيف سيكون تأثير هذه الحادثة على الشارع الإيراني؟ أن تسقط طائرة الرئيس لا يتم الوصول إليها إلا بعد أكثر من 12 ساعة. إيران التي تصور نفسها على أنها قادرة على تخطي حتى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ عقود، تصدر بأنها ند بند في بعض الأسلحة، الكثير من الأسلحة والمواجهات العسكرية الموجودة على عدة جبهات في الخارج، في ظل وضع اقتصادي سيء للغاية داخل إيران، وبالتالي كيف سينعكس ذلك على الإيرانيين في الداخل؟ سؤال مهم أستاذة ضحى، وأنا أتفق معك في أنه ما حدث سيكون له تأثير على مستوى الشارع في إيران. أولا بداية في اعتقادي الحادثة لن تمر مرور الكرام، لأنه نحن نتحدث عن ربما إهمال جسيم أدى إلى مقتل الرئيس ووزير الخارجية وبعض الشخصيات الأخرى على متن الطائرة، وبالتالي ستكون هناك تحقيقات موسعة ربما تطلب فيها إيران مساعدة من جانب دول خارجية مثل تركيا أو دول أخرى، روسيا على سبيل المثال، لاستكشاف ما حدث، أسباب ما حدث. لكن في كل الأحوال أنا أتصور أنه ستكون هناك إجراءات عقابية، لأنه من المسؤول عن التخطيط لهذه الزيارة وعن استخدام الرئيس رئيسي الراحل لهذه الطائرة وعن تأمين طريق الطائرة وهكذا وعن استشراف الأحوال الجوية، كل ذلك أنا أعتقد أنه سيكون، ولكن عقاب لمن دكتور محمد عباس ناجي؟ يعني الطيار الذي من المفترض أنه يوافق أو يرفض على أن تطير هذه الطائرة التي تحمل الرئيس رغم هذه الظروف الجوية، كان معه، قتل معه. صحيح، لكن المسألة نحن لا نتحدث عن طائرة عادية، طائرة تقل رئيس الدولة في إيران، المسؤول الثاني في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي المسألة ترتبط بأجهزة الدولة تتبع زيارات الرئيس والخطوات التي يتخذها والبرنامج الذي يقوم على تنفيذه وهكذا، وبالتالي المسألة ربما تكون أكثر اتساعا من مجرد وجود قائد للطائرة يرفض أو يقبل مسألة استخدام الطائرة في مثل هذه الأجواء. في كل الأحوال أنا أتصور كما قلت، يعني ما الذي يمكن أن تكشفه التحقيقات؟ أجهزة تنفيذية في الدولة. أها. لكن هل أجهزة هي قادرة في الدولة على إقناع طيار أن يطير بمروحية تحمل الرئيس الإيراني حتى لو لم يكن يعني يرى أنه ذلك مناسب؟ صباح النور يا هلا. في اعتقادي يعني المسألة كما قلت هي أكثر اتساعا من مجرد قبول أو رفض القائد الطائرة لاستخدام الطائرة في مثل هذه الأجواء. نحن نتحدث عن مكتب تابع للرئيس الجمهورية، أجهزة معنية بتأمين زيارات الرئيس واستخدامه لوسائل النقل، طائرات أو غيرها في هذه الأجواء، وبالتالي على المستوى التنفيذي أعتقد أنه ستكون هناك تحقيقات ومن ثم إجراءات عقابية في كل الأحوال. طيب دعني أذهب بهذه الفكرة مرة جديدة للدكتور طارق الشامي، لأنه هذه الفكرة أيضا هناك من يراها بشكل مختلف. هناك من يرى أن العقوبات الأمريكية المفروضة، العقوبات المفروضة على إيران وبالتأكيد على رأسها العقوبات الأمريكية المفروضة منذ عقود، طالت حتى طائرة الرئيس الإيراني نفسه. دكتور طارق؟ نعم، يعني أعتقد أنه هذا وارد، يعني ليس من المستبعد أن يكون هذا أحد الأسباب، وهذا يعني يحدث في دول كثيرة من العالم، يعني ليست إيران استثناء، ولكن طبعا لأنه هذه العقوبات المستمرة منذ فترة طويلة جدا أدت إلى حوادث مماثلة في إيران، وأيضا بالتأكيد يعني من المفترض أن يكون هناك نظام رقابي أفضل يفحص الطائرات وما إلى ذلك، لكن هذا العامل لا يمكن استبعاده لأنه هو عامل مؤثر بكل تأكيد، خاصة وأن الطائرة المستخدمة هي طائرة أمريكية وفقا لآخر التقارير، وبالتالي هذا يعني أنه هذه طائرة قديمة تعود إلى فترة السبعينيات، وهذا يعني يتطلب نوع من الصيانة الدقيقة والمستمرة، وأنه غياب وجود هذه قطع الغيار للطائرات ربما كان أحد العوامل. إذا افترضنا
السيناريو الأول وهو أنها يعني سقطت بشكل طبيعي نتيجة للظروف الجوية أو لاصطدام طائر أو ما شابه، وليس بسبب السيناريو الآخر المؤامرات الذي يتحدث عنه البعض بأنه ربما تكون يعني نتيجة لعامل خارجي أو مؤامرة سواء كانت داخلية أو خارجية. إذا ولكن كل سيناريوهات مطروحة دكتور طارق حتى إجراء هذه التحقيقات. دعنا نشرك معنا في الحوار أيضا الأستاذ صالح حميد الباحث في الشأن الإيراني في قناة الحدث. أهلا بك معنا أستاذ صالح. إذا نتابع معك في آخر التطورات وبعد مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والوفد المرافق في تحطم المروحية التي كانوا على متنها، هناك أيضا معلومات تحدثت عن أنه رحلة البحث أو البحث عن الطائرة يمكن أن نقول أنه أغلق تماما، تم العثور على الرئيس الإيراني وكل مرافقيه، والآن جاء دور ماذا باعتقادك أستاذ صالح؟ نعم، تحياتي لك أستاذ ضحى ضيوف الكرام والمشاهدين. الحقيقة الآن التركيز هو مرحلة ما بعد الرئيسي. وسائل الإعلام الإيرانية تعيد حاليا تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي التي أدلى بها ليلة البارحة في لقاء مع عدد من أسر الحرس الثوري، والتي أكد خلالها أن إدارة البلاد لن تتعرض إلى الخلل والأمور ستسير كما هي. وبالطبع وفقا للدستور الإيراني يتولى الآن المعاون الأول أو النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر إدارة شؤون البلاد ريثما، وفقا للدستور لمدة 50 يوم يتم تنظيم انتخابات جديد من خلال لجنة مكونة من نائب الرئيس نفسه ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية. وهذا الأمر حدث مرتين في تاريخ نظام الجمهورية الإسلامية عندما باعتقادك أستاذ صالح يعني هذه الإجراءات طبعا ستتخذ على حسب الدستور الإيراني، ولكن باعتقادك ما هو الشعور العام داخل إيران فيما يتعلق بالسيناريوهات المتعلقة بسقوط هذه الطائرة؟ هل يشعر الشارع الإيراني بأنها سقطت جراء خلل فني بسبب الظروف الجوية أم بفعل فاعل؟ يعني حسب ما تابعت وإذا ما كان أحد مطلعا عن الداخل الإيراني سيعرف أن هذه الطريقة هي في الحقيقة طريقة إدارة الدولة في إيران، العقلية الثورية التي لا تكترث كثيرا للأنظمة والبروتوكولات، ويبدو أن هذا هو ما أدى إلى سقوط المروحية بحسب الأخبار والتطورات والتحليلات التي نتابعها. يبدو أن يعني الكثير انتقدوا مثلا أنه لماذا يعني استقل الرئيس ومرافقيه الطائرة مروحية وهم يعلمون بظروف الطقس السيئة في محافظة أذربيجان الشرقية، وخاصة أنهم سيمرون عبر هذه الجبال والغابات والمنطقة الوعرة. هناك يعني انتقاد كبير، هناك أيضا انتقاد حول أداء فرق الإنقاذ، يعني لم يتمكنوا من العثور على حطام المروحية والرئيس وفريقه إلا بعد مرور أكثر من تقريبا يعني 13 أو 14 ساعة. فهذا يعني أن الإدارة في إيران في باقي القطاعات تدار بهذا الشكل. أيضا هناك حديث حول مدى كفاءة البنية التحتية، الإنفاق الازدواجية في الإنفاق الحكومي حول البنية التحتية، وعلى عكس ما ينفق النظام الإيراني على برامج التسلح والمسيرات والصواريخ وأيضا البرنامج النووي. كل هذه الانتقادات مطروحة في الحقيقة، لكن هناك شعور عام بأنه لن يحدث تغيير كبير في حال فقدان رئيسي، لأنه أساسا هو الشخص الثاني وليس الشخص الأول. المرشد الأعلى وفق الدستور هو الشخص الأول في البلاد، وهناك مسار دستوري سيتم تعيين رئيس بدل خليفة لإبراهيم رئيسي،